ديفراج، الموضوع كتير كبير. كريشة تمادت بالأذى تبعها لدرجة إنه وصلت فيها تحاول تأذي واحدة من أفراد العيلة الملكية؟ لا هيك صار كتير، لأنه كان ممكن أنا أوقع بدالها وتنكسر رجلي. بس ليش كريشة بدها تأذيكي بهاي الطريقة؟ واضحة، لأنه كريشة ما رح توصل لهدفها أبداً طول ما ماما جاية قعدت لها هون بالقصر. هلأ ماما جاية الوحيدة اللي بتقدر توضح له لديفراج شو اللي عم يصير، وكمان تكشف ألاعيب كريشة وحركاتها اللي بتعملهم. ديفراج، في مجال إلك شيء إذا بتسمح لي؟ صار لازم تعمل شيء مشان موضوع كريشة. أنت بتعتبر جاية لاكشمي بمقام أمك، واليوم أمك عشوي كانت رح تخسر حياتها. أنا قلبي عم يقول لي إنه كريشة رح تقتلنا واحد ورا الثاني لتوصل لهدفها. كريشة عم تدعم حالها بالمصاري والسلطة، لازم تاخد منها كل شيء. ما فيني أعمل هيك، كل شيء إلا بالقانون. وبالقانون مرتك، بس القانون فيه حلول لهالمشكلة. إذا هي بتبطل مرتك بالقانون، مو بس رح تخسر المصاري وكمان السلطة. صحيح، جاية لاكشمي معها حق بهالنقطة ديفراج. بهذا الوضع يلي نحن فيه ما قدامنا خيار تاني. بس بصراحة أنا ما فيني طلع كريشة، لأنه أنا وعدت. الوعد ما بيصير من طرف واحد، هي كمان وعدتك ما تكذب عليك وما تكسر ثقتك فيها بالمرة. بس كم مرة خلفت بهذا الوعد من وقت ما تزوجتوا لهلأ؟ قلي. أنت مشكلتك بطريقة تفكيرك، على طول بتفكر فيها كزوجة إلك. فكر شي مرة بس بمصلحة العيلة. ما حدا بهي العيلة حاسس بالأمان بهذا القصر، وطول ما هي موجودة بيناتنا. إذا كريشة بدها تضل قاعدة هون، الكل رح يتركوا القصر واحد ورا التاني، وما حدا رح يضل جنبك غيرها، وبالآخر رح تحكم هذا القصر لحالها، وانت اكيد رح تضل معها. امشي. استنى ولا تروح. اذا ما ضل قدامي غير هذا الحل رح اعمله. خلص، انا رح طلق كريشة.